معلش ما تزعلوش، ده هم قالوا كده، ده هم قالوا كده. هو طبعا الصوت بابا شنوده. اه بالظبط، وليس بشنوده. اي نعم، انا قلت شنوده، انا قلت شنوده بيعلمه. يعني احنا جايبين له الانبا شنوده عشان يعلمه. ده استاذه، يعني دي قصه حقيقيه، قصه حقيقيه حصلت في بستان الوهبان. الاب ماشي مع ابنه بعد ما اختفت مراته وقعدت وهبن، فنزلوا الريف، فبيقول له ايه يا بابا ده؟ قال له ده جاموس حبيبي. ايه يا بابا ده؟ ده مش عارف. فشاف واحده زت، قال له ايه يا بابا ده؟ الشيطان يا حبيبي. بس اتفضل شوف تشبه المراه بالشيطان. نجيب نفس المرجع اللي رجع له البابا شنودة، كتاب بستان الرهبان صفحة 156 من سيرة الأب باخوميوس. وبعد أيام قليلة لما رأى شيطان أنه جانح لخداعي، تشكل بصورة امرأة جميلة جدا متزينة بثياب فاخرة، فجاءت إليه وقرعت بابه. حينئذ لعبت عليه أفكاره، فعول على معاشرتها ومد يده نحوها ليتم الفعل النجس. فلوقته باعته، يعني الشيطان، وصرعه على الأرض. يعني باغته الشيطان أم صرعه على الأرض، وما كانش إلا في صورة مرأة، لأن المرأة شيطان. المرأة شيطان، صفحة 157. وكان هنا يعني في نفسه، يعني كان كثير الصلاة والصوم والجهاد، وكان كل يوم في الزيارة وحرص. فجاءه المجرب في الليل في شبه امرأة تائهة في البري، وهكذا أطالت في كلامها حتى أملته إلى الشهوة النجسة، مريدة جذبه إلى نفسها. وبالضحك السمج أضلته حتى أنه بسط يديه إليها فاقترب منها مسبيا به مقدم ليتم الشهوة، فصاحت بغتة وخرجت هاربة مثل الدخان. برضو الشيطان اللي هو جاي في المرأة، لأن المرأة هي الشيطان. طب خد مني دي آخر حاجة عشان ما طولهاش. بستان الرهبان صفحة 26. طبعا وأنبا يوسف هذا هو الذي قاتله الشيطان بالزنا وهو صبي، فأرسله أبوه ليقيم 40 يوما، فأبصر الشيطان بشكل امرأة سوداء. طبعا هنا لو قعدت اجيب لك يعني حاجه عجيب، هنا برضو تعال البستان الرهبان صفحه 274. كان رجل علماني معه ابن فطيم، كبر الصبي، يعني لسه الولد يعني بتاع ما كملش سنتين، كبر الصبي ونشا رهبانا ودخل الى البريه الداخليه وقام بها. فلما اتم 20 يوما ظهر له الشيطان الذي كان يقاتله في صوره امراه سوداء منتنه الرائحه زفره جدا، يعني لم نقل عليها باللفظه المصريه زفره، هي اللي برضو منوطه على نجسه جدا، لدرجة أنه لم يستطع أن يطيق رائحة نتنها. ما قالش نتنه على الشيطان، أعاد الضمير كله إليها على المرأة، لأن المرأة في نظري هي الشيطان. كان قسيس القلالي قد أعطي نعمة من الله أن ينظر أرواح النجس عيان. وذات يوم بينما كان ذاهبا إلى الكنيسة ليكمل الصلاة الجامعة، إذا به ينظر جماعة من الشياطين خارج قلاية أخ، ووجد بعضهم في شكل نساء. طب استاذ رهبانه 295 296 ايضا من اقوى المار اسحاق، وقال ايضا: انسان مماحك لا يظفر بسلامه الفكر والعادي من السلامه هو العادي من الفرح. الانسان الذي يطلق لسانه على الناس بكل جيد ورديء لن يؤهل للنعمه من الله. توبه مع حديثه تشبه خابيه مثقوبه عفه، ومحدثه مع امراه، شوف اللفظه اللي جايه، كلبوه وخروف في بيت واحد. طبعا دي معروف اسم حيوان، يعني ما مغلوبش زوجة الأسد، يعني على حيوان، حيوان تشبيه سيء قدر. وفي كتاب بستان الرهبان صفحة 20 قيل عن القديس مقاريوس إنه كان يوصي تلاميذه وقال: اهربوا من كلام النساء المؤدي إلى الهلاك. قال أنبا بنيامين صفحة 277: كما أن الملح من الماء يخرج وفي الماء ينحل ويذوب، كذلك رجال من النساء يخرجون ومن النساء يهلكون. أي هلاك جاي من النسوين. طيب شيخ محمد، هو زكريوس قال إن المرأة بتنجس. نعم. طب شوف يا سيدي، مين فينا؟ انا عايز اقوله، هو قال المراه في المسلمه في الاسلام نجسه. بالزبط. نجسه. انا بقول له، عايز تشوف المراه عندي اللي نجسه ولا عندك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه نائمه، حديث ميمون، شوف اللي قال: فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض، وان المؤمن ايه؟ لا ينجس. ما عندناش امراه او رجل ينجس. طيب المراه كائن نجس بنص كتاب زكريا بطرس، بنص كتاب زكريا بطرس. تعال نبدأ من سفر اللاويين الإصحاح 12 العدد 1-8، ترجمة الحياة. قال رب لموسى: أوصي بني إسرائيل، إذا حملت امرأة وولدت ذكرا تظل الأم في حالة نجاسة 7 أيام. تظل في حالة نجاسة 7 أيام، كما في أيام فترة الحيض، وفي اليوم الثامن إلى آخره. تعال معي، يقول مفسر القس
بالكنيسة المشيخية. ألبرت بارنز في تعليق على هذا النص: كان المطلوب من المرأة اليهودية البقاء في المنزل لمدة 40 يوما بعد ولادة ذكر و80 يوم بعد ولادة أنثى، وخلال تلك الفترة تكون نجسة. نجسة. إحنا النصوص طبعا تطرقنا عليها. أيوة نعم. بس محتاجين الحين. ولم يسمح لها بالذهاب إلى المعبد أو المشاركة في الشعائر الدينية مع الجماعة لأنها نجسة. طيب. كل من يلمس المرأة في هذه الحالة برضو أنيجس. على سبيل السرعة مش هاخد دقيقة، سفر لويين صحاح 15 عدد 19 ل 30: إذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسا إلى السماء. إلى السماء يعني الهواء اللي بتتنفسه، المساج الهواء مش بيمر من أسفل إلى أعلى الكلام، الهواء طالع السحاب بقى نجس. بعد كده السماء نجس، هتروح فين؟ الله حول ولا قوه الا بالله. تروح فين اذا حاضت المراه فسبع ايام تكون سبع ايام تكون في طمثيه المساء. طمثيه الى المساء. اي نعم، تكون الى المساء. الى المساء بالزبط. وكل من يلمسها يكون نجسا الى المساء. صح. وايضا الى السماء بالزبط. لان هي نجاسه. وكل من انا اصل الشرط الهواء الوقت بيمر منين؟ من اسفل الى اعلى. بيصل لفين؟ الى السماء. يبقى نجس كل شيء. طيب كل ما تنام عن جبنا السماء نجيب الأرض، كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجس. الوقت نجست السماء، الوقت نجست الأرض، قعدت على الأرض نجس، نامت على الفراش نجس، نجس الفراش وصلت الأرض كمان نجس، مشت في مكان المكان ده كله صار نجس. فما اللي بتمشي وراء النسوين ليه لما المكان نجس؟ ما اللي بيمشي وراء النجس بيتنجس. وعندهم اللي يمس المكان راح صار نجس لما أنت مش وراه وعايشين في بيت. المهم طيب احنا بالنسبه يعني عفوا طيب. يعني عشان بس وقت طيب. البرنامج يعني اوشك على الانتهاء، فيعني هذه النصوص يعني ومشاهدينا طبعا لو بيحبوا يرجعوا في نقصات عقل ودين رد على نقصات عقل ودين تقريبا عندنا في مسند امام احمد صحيح بن حبان صحيح البخاري الحديث: تقطع الصلاه مش والعياذ بالله كذا، تقطع صلاه المراه. المراه يعني ايه؟ يعني احنا عندنا عله تجمع ما بين ثلاثه، ولكن العله ليست في الثلاثه. يعني بقول لك ايه مثلا، الشخص ده لما بيعدي عليها كده ويمر من قدامي يقطع عليها صلاتي، المرأة لما بتعدي عليها كده تقطع عليها صلاتي، الكلب لو عدى عليها كده يقطع عليها صلاتي، الحمار لو عدى عليها يقطع علي... فاشتراكهم في علة واحدة وهي قطع الصلاة، لكن ليست النجاسة في المرأة على الإطلاق. ولذلك عائشة لما حبت أن تستوضح قالت: أشبهتمونا بالحمار؟ أبدا. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على فخذها صلى الله عليه وسلم وهي حائض كمان وترجي له شعرة. معي أستاذ أشرف؟ طيب أستاذ حنك ناخد هذا الفاصل ونرجع نكمل يعني في هذه النقطة بالتحديد عشان الفاصل مرتبط معك يا محمد. تفضل. حمار تفديه بشاه وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. إيه الحقيقة اللي تقدر تطلعها من هنا؟ حد كده يكون صاحي لقط المعنى، غير ما تنساش ربنا اللي قلناها، سوا بين شيء وشيء. الإنسان سوا بإيه؟ بالحمار. الإنسان سوا بالحمار. يقول له كده في لما تخش هتكرس لي كل بكر فتح رحم. في حيوانات طاهرة وحيوانات غير إيه؟ طاهرة. الحيوانات الطاهرة اللي تقدم منها الذبائح، الحيوانات الغير طاهرة هي اللي ما بيقدمش منها الايه؟ الذبائح. وطلع الانسان من ضمن الحيوانات الغير ايه؟ طاهرة. لا يقدم منه ذبائح، لان الانسان كثوب عدة نجس. ادي مستوى الانسان يساوي الحمار، يساوي الحمار. ده كان الكلام على لسان مجدي نجيب. واحنا يعني الكلام هنا على ذكر القصة ان الاسلام يعني ربط او قرأ او قرن المرأة بالحمار او شابه بالمرأة بالحمار في الحديث، في الحديث اللي حدا كنت بتذكره قبل الفاصل. نقول الحديث الثاني يا شيخنا. لا الاول المشاهدين مشاهدات سيما والكلام ده ما طبعا فيهم الكلام اكيد طبعا أكيد. الانسان حمار شيء واحد. أي. طيب. هو النص صريح وواضح وما فيش طيب. لا في منتج ولا في لعب ولا بين ولا بين احنا بنبص كله بنعلمك اهو من خلال الجين من كتابك ان انت الانسان زي الحمار، انت حمار يعني اهو يعني تعال بقى معايا. المرأة في الكتاب المقدس حمارة وكلبة وبهيمة وخنزيرة وجحش وخروف وبقرة. ليها التشبيهات والمسميات. ما سابوش حاجة يعني. أهي تعال معي عندي زكريا. شوف إيه. المرأة كالكلب. أول حاجة. المرأة كالكلب. سفر يشوع بن سيراخ إصحاح 26 عدد 25 ترجمة الأسفار الثانية طبعة 1975 كنيسة العذراء بمحرم بيك. أجيب لك دور كم ولا كفاية؟
طيب شوف يا سيد المر